المراد به استصحاب العدم الأصلي، وهو ما يسمى بالبراءة الأصلية أو يعني حكم العقل يبقي على النفي. بعضهم يسميه حكم العقل، بعضهم يسميه البراءة الأصلية، بعضهم يسميه الإباحة الأصلية. والفرق بينه وبين الإباحة الشرعية أن رفعه لا يسمى نسخا، ورفع الإباحة يعني الشرعية يسمى نسخا لأنها حكم شرعي. وأما إذا لم يكن مطلقا فحسب ما يضاف إليه، يقال استصحاب العموم حتى يثبت الخصوص، استصحاب الإجماع، استصحاب يعني حكم الدليل من حيث هو حتى يثبت ناقل عنه، نعم، أو استصحاب البراءة الأصلية أو يعني أو الأصل. يعني إذا قيل الاستصحاب ولم يقيد بشيء فينصرف إلى استصحاب العدم الأصلي، لأن الإنسان مثلا ولد غير مكلف وذمته غير مشغولة. نعم تفضل. وأما الاستصحاب فهو بقاء الأمر والحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو قولهم الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. هذا هو الأصل، أنه ما فيه تكليف والذمة غير مشغولة. لكن لو جاء اثنان أحدهما يقر بأن عليه دينا للآخر وادعى أنه سدده، ويكون الأصل شغل الذمة هنا، لأنه أقر بأن ذمته شغلت وهذا الثاني لم يسلم أنه سدده، فعندئذ يكون الأصل شغل الذمة. نعم. وهو حجة عند المالكية وأكثر الشافعية خلافا للحنفية والمتكلمين. بل الغزالي رحمه الله جعله هو الدليل الرابع المتفق عليه بعد أن ذكر الكتاب والسنة والإجماع، قال وحكم البراءة الأصلية هو الرابع، وكأنه جعل القياس من فعل المجتهد وأنه ليس دليلا بذاته. نعم تفضل. وأما البراءة الأصلية فهي ضرب من الاستصحاب، ومعناها البقاء على عدم الحكم حتى يدل الدليل عليه. هو في الحقيقة إذا أطلق الاستصحاب أو البراءة الأصلية يعني يكون بمعنى، لكن الاستصحاب إذا لم يكن مراد به ذلك فإنه ينصرف إلى استصحاب لا بد أن يكون مقيدا. أي تفضل. لأن الأصل براءة الذمة من لزوم الأحكام، وهي حجة خلافا للمعتزلة وأبي الفرج والأبهري المالكيين. ليه؟ لأن أحدهما يقول الأصل الإباحة والآخر يقول الأصل التحريم. هذه مسألة معروفة قبل الشرع، وفي الحقيقة أن قبل الشرع لا يوجد حكم، وبعد الشرع الأصل في الأشياء ليس واحدا. وسبق أن قلنا بأن الأصل في العبادة التوقف، والأصل في الأبضاع والأعراض والأموال التحريم، والأصل في العادات الإباحة. هذا مأخوذ من الشرع. ولذلك الذين يقولون بأن الأصل في الأشياء الإباحة يستدلون بقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا ومنها من الآيات، وهذا بعد وجود الشرع. والذين يقولون الأصل في الأشياء التحريم قالوا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنما حرم عليكم الميتة والدم والحمى، معناه الباقي أصلا يعني لا. يعني أول شيء قالوا إنما حرم عليكم الميتة، هذا دليل على أنه الأصل في الأشياء لإباحة، لكن كون الأصل في الأشياء التحريم هم قالوا بأن الأشياء أنها ملك لله عز وجل، وأن تصريف يعني غير المالك في ملكه لا يجوز، وهذا معروف كذلك من الشرع. إذن يتعين أن يكون قبل ورود الشرع الأشياء ليس لها حكم، لأن الحكم الشرعي لا يعرف يعني إلا بالشرع،
الحلال والحرام لا يمكن معرفتهما بالعقل، وسبق أن قلنا هذا في التحسين والتقبيح، لأن الشيء الواحد يكون حراما بالنسبة لشخص ومباحا لشخص آخر، أو يكون حراما في وقت ومباح في وقت أو قرب في وقت آخر. نعم تفضل. وأما الأخذ بالأخذ فهو ضرب من البراءة الأصلية، وبعضهم يقول الأخذ بأقل ما قيل والأخذ بالأخف، وأصلا أصله في قضية يعني دية الكتاب واليهودي، يعني الكتاب واليهودي هل هو النصف من دية المسلم أو على الثلث؟ وأصل الكلام مضاف للشافعي رحمه الله، قال بأنه قيل إنه النصف وقيل إنه الثلث وقيل غير ذلك، وأقل ما قيل فيه هو الثلث، فإنه يأخذ به، وكأن الثلث داخل في جميع الأقوال وكأنه مثل الإجماع، هكذا يقولون. ولذلك يقولون الأخذ بأقل ما قيل أو بالأخف، والأخف قد يختلف عن الأقل ما قيل، لأن الأخف معناه الأخف والأثقل، وإن كان الأخذ بأقل ما قيل هو أخف من الأقوال الأخرى. نعم تفضل. ومعناه الأخذ بأخف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل. والظاهرية خاصة بن حزم رحمه الله قال لولا الأخذ بأثقل الأقوال لأنه من باب الاحتياط، وأن أخف الأقوال يعني لا دليل عليه. والجمهور طبعا يقولون أن الأخف الأقوال أو بأقل ما قيل لا يسمى إجماعا، وليس إجماعا بدليل جواز مخالفته، والإجماع لا تجوز مخالفته. تفضل. وهو حجة عند الشافعي رحمه الله. نعم. وأما الاستقراء فهو تتبع الحكم في يعني قلت لكم أولا أن السبر والتقسيم، منهم من قال إنه لا فرق بينه وبين الاستقراء، أن كل واحد فيه تتبع، لأن السبر والتقسيم لا يمكن يعني تقسم شيء حتى تتبع أجزاءه وتعرف وأقسامه. والاستقراء بعضهم لا يفرق بينهم، وبعضهم يفرق بينهم لأن الاستقراء في الأوصاف الموجودة مذكورة تتبعها يسمى استقراء، والأوصاف الغير مذكورة أو بعضها مذكور وبعضها غير مذكور يسمى سبرا وتقسيما، لأنه قد يفرض الشيء وهو غير مذكور، والاستقراء يكون في التتبع، التتبع الموجود الأوصاف الموجودة، هذا هو الفرق بينهما عندما فرق بينهما. بعضهم قال الاستقراء هو السبر والتقسيم. نعم تفضل. وأما الاستقراء فهو تتبع الحكم في مواضعه فيوجد فيها على حالة واحدة حتى يغلب على الظن أنه في محل النزاع، في صورة محل النزاع كذلك. يعني مثلا مثل ما قلنا قضيت أننا تتبعنا يعني الصلوات، وكل صلاة واجبة لا تؤدى على الراحلة، ووجدنا أن كل صلاة تؤدى على الراحلة فليست بواجبة، وكل صلاة واجبة لا تؤدى على الراحلة، ف علمنا أن الوتر يؤدى على الراحلة، إذن هو ليس بواجب. وصلاة الفجر مثلا لا تؤدى على الراحلة فهي واجبة. أو تتبعنا الصلوات فوجدنا كل صلاة واجبة يؤذن لها والغير واجبة لا يؤذن لها، إذن كل صلاة يؤذن لها فهي واجبة، وكل صلاة لا يؤذن لها ليست بواجبة. تفضل. وهو حجة عند الشافعية. هو الحقيقة السبر والتقسيم والاستقراء هذه أدلة عقلية، وأصلا وردت في القرآن في باب يعني الإفحام وإقامة الحجة كثيرة. أي يعني لما قال يعني في سورة الأنعام أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أما قال ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، يقول أذكرني حرم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، هذا كله يعني سبر وتقسيم. أي هذا هو السبب؟ إذا ما فيه. وكذلك أم خلقوا من غير شيء أم خالقون خلقوا السماوات والأرض لا يقولون. وبعض الأحيان تترك النتيجة
ويذكرون بأن يعني الفتنة بالقول بخلق القرآن أن الذي كان سبب القضاء عليها بواسطة دليل السبر والتقسيم أو الاستقراء. وهو لما جاء الشيخ الشامي مكبرا يبي دؤاد الذي كان يعني يختبر الناس ويقول هل القرآن مخلوق غير مخلوق، لما جاء هذا الشيخ في زمن أظن الواثق بالله هو فقال له هذه المقالة التي تدعو إليها أعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم جهلوها؟ فأولا قال له جهلوها، قال سبحان الله، جهلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهلها أبو بكر وعمر وعلمها أبو دؤاد فقال له أقلني، قال غلتك والمناظرة على ما هي عليه. قال له مقالتك التي تدعو إليها أعلمها أبو بكر وعمر وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر أم لا؟ فقال علموها. فقال يعني ألا يسعك ما يسع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر؟ فوقف بواسطة هذا الدليل لأنه دليل عقلي، فصار الواثق وهو في زمن الواثق يقول عاد يقول علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت عنها فلا يسع كما يسع، أو جهلها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها أبو دؤاد، لأنه ما يخلو من أمرين. وكذلك يقال أن مالكا رحمه الله لما سمع أن ناسا بالعراق يعملون أورادا قال إما أنهم أحسنوا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنهم أتوا ببدعة، إن ما في احتمال آخر. نعم تفضل. إذن هو دليل مهم جدا وورد في يعني سور، وتكلم عليه الشيخ رحمه الله في أضواء البيان في سورة مريم عند قوله أم اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني وذكر أن هذا الدليل أنه دليل عقلي قوي جدا ويتكرر في القرآن الكريم. نعم، فمن أراد أن يرجع إليه. وأما الاستحسان فهو حجة عند أبي حنيفة رحمه الله خلافا لغيره. الحقيقة أن الاستحسان الذي يرده مثل الشافعي يعرفه بشيء لا يقول به أحد، يعرفه بتعريف لا يقول به أحد، كما ذكر الشافعي رحمه الله في الرسالة يقول بأن من استحسن فقد شرع، وأن الاستحسان هو قول بالتشهي في الشريعة، هذا لا يقول به أحد ولا يبني عليه حكما. وما عند المالكية فإنهم يعرفون الاستحسان بما لا يخالفه في أحد، يقول الأخذ بالدليل الراجح هو الاستحسان، والأخذ بالدليل الراجح لا أحد يخالف فيه. وأما تعريف الذي ينسب للأحناف وهم لا يرضون به هو أن الاستحسان ما ينقدح في ذهن المجتهد ويعجز عن التعبير عنه، هذا لا يقول به أحد، مثل حلم الأبكم يعني لا يعول عليه. ولذلك صاحب المراغي يقول والأخذ بالذي له رجحان من الأدلة هو استحسان، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه متضح. أي هناك تعريف الاستحسان عند الأحناف وهو التعريف الصحيح الذي ينبغي يحمل عليه لفظ الاستحسان، هو أنه العدول بالمسألة عن نظائرها لدليل، أو أنه تقديم العلة يعني الخفية على العلة الظاهرة لمصلحة. أي وهذا أقرب إليه الاستحسان. وبعض يقول الاستحسان هو ما يقوله يعني بعض العلماء، يقول أستحسن كذا وأستحسن كذا، ويقولون عليه الله عز وجل قال يأخذ بأحسنها. نعم، وكذلك ما رآه المسلمون حسنا، وهو أثر موقوف على ابن مسعود، ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن،
ما رأه مسلم قبيحا فهو عند الله قبيح. تفضل. حتى قال الشافعي رحمه الله: من استحسن فقد شرع. نعم. ثم اختلف الناس في معناه، فقال البادي: هو القول بأقوى الدليلين. هذا هو على أنه يعني الأخذ بالدليل الراجح، ويمثلون له بالأخذ بالعرايا، لأن العرايا هي مخالفة قاعدة لكنه دليل يقول به جميع المذاهب. نعم. وعلى هذا يكون حجة إجماعا. وقيل: هو الحكم بغير دليل، وعلى هذا يكون حراما إجماعا لأنه اتباع للهوى. وقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه. وأشبه الأقوال أنه ما يستحسنه المجتهد بنظره وبعقله. نعم، يعني ما يستحسنه بالنظر في الأدلة، طبعا مقارنة الأدلة، أو أنه الأخذ يعني تقديم المصلحة على القياس. يعني تفضل. الباب العاشر: في العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعصمة. نعم، يعني العوائد المراد بها العرف، والعرف اللغة هو ضد النكر، هو ما تعارف عليه الناس، والعادة ما اعتاده الناس، ويطلق على الديدن والطريقة وما تعوده الناس. وبعضهم يقول لا فرق بين العرف والعادة، وبعضهم يقول العرف هو ما يكون من المجتمع، والعادة ما تكون من شخص، فيكون يعني العادة من المجتمع ومن شخص واحد، والعرف لا يكون إلا من متعدد لأنه بسبب التعارف، هكذا يقولون. والعرف تخصص به يعني عقود الناس وألفاظ الناس، ولكنه لا يخصص الكتابة ولا السنة، ويرجع فيه عند يعني مثلا رد الحقوق كالنفقات، وكذلك العدالة. وليس تحقيق المناط الذي تقدم لنا لا بد فيه من الرجوع للعرف. إذا كان مثلا اختلف الزوج وزوجه على مقدار النفقة، فإنه يرجع في ذلك للعرف، وينظر فيه لمثلها ومثله، وهل هي تسكن في بلد في غلاء أو في بلد غير في غلاء، وهكذا. فعندئذ يعني يحكم بالعرف في الأشياء التي يعني جاءت عمومات في الشريعة، وكذلك كون فلان عدل من الناس، لأن العدالة في زمن الصحابة تختلف عن العدالة في من جاء بعدهم. الآن لو يعني تحاول أنك تأتي بالعدل كما ينبغي قد لا تجده، ولذلك يعني بعض المجتمعات إذا كان لا يوجد فيها عدول بالمعنى الكلمة، إذا لم نأخذ شهادات هؤلاء ضاعت حقوق الناس. نعم. أما العوائد هي غلبة معنى من المعاني على الناس، وقد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم، وقد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق. أي يعني في بعض في جميع الأقاليم، طبعا هذا في يعني في الكتاب محقق فيه أمثلة له. بعض الأقاليم في جميع الأقاليم مثلوا لها بالعمل يعني بالأشياء التي لا يختلف فيها الناس، يعني ما يتعلق بمآكلهم ومشاربهم، لأنه كل مجتمع يأكل ويشرب. نعم. شيخ قال في جميع الأقاليم ما هو؟ مثل القرافي لها بالحاجة للغذاء والتنفس في الهواء. أي يعني هذه الحقيقة عادة ضرورية وليست عادة. نعم، لأنه هذا لا يختلف فيه الناس تحتاج إليه. نعم. والاستصناع في الملابس والأحذية. أي. وقد تختص ببعض البلاد مثل النقود والعيوب. أيوة، قد يكون في بلد يعتبر شيء عيبا في السلعة، وفي بعض البلاد الآخر لا يعتبر عيبا. نعم. تفضل. أو بعض الفرق
مثل الأذان للإسلام والناقوس للنصارى. تفضل. أيوة. فيقضي بالعادة عند المالكية. فيقضى بالعادة عند المالكية، يعني في الأشياء في حقوق الناس، يعني مثلا إذا اتفق اثنان على أن أحدهما يبني للآخر بيتا والمواصفات، هذه المواصفات بعض الأحيان يخصصها العرف في البناء، وكذلك يعني الإيجارات يرجع فيها للعرف عند التخالف، أما إذا كان في اتفاق أصلا لا يحتاج إلى شيء. يعني مثلا واحد استأجر بيتا من شخص وجاء يقول أنا أريد يعطيني الإيجار مقدما، والآخر يقول أنا أريد أن أعطيه كل شهر، فيرجع لعرف البلد هل الإيجار فيه يدفع دفعة واحدة مقدمة أو كل شهر بشهر. فلو اتفقا ما في إشكال على الإيجار مقدم وغير ذلك، لكن إذا اختلفا يرجع إلى عرف البلد. ما هو عرف البلد في الإيجارات؟ فهمتم؟ فعندئذ يرجع للعرف في هذا، لأن العرف مهم في هذا. نعم. وكذلك لو كانت الحقيقة مهجورة والمجاز أصبح هو الغالب في العرف ولم يتضح عند المتعاقدين يرجعان للعرف، وهكذا. تفضل. فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم، وذلك ما لم تخالف الشريعة. هذا هو العرف أو العادة محكمة ما لم تخالف الشرع، يعني هذا معروف. والعادة إذا خالفت الشرع، وكل هذه الأدلة التي ذكرها تحت عنوان الاستدلال لا يؤخذ بها إلا إذا لم يوجد دليل من الأدلة المتفق عليها، وإذا كان أحد هذه الأدلة يخالف الدليل المجمع عليه يترك عند التعارض. نعم. وأما المصلحة فهي على ثلاثة أقسام. المصلحة هي على وزن المنفعة، وهي مثلها في اللفظ وفي المعنى، مصلحة على وزن منفعة وهي مثلها، وضد المفسدة. وفي الاصطلاح المصلحة هي، يعني بعضهم يقول هي اللذة أو وسيلتها، والمفسدة هي الألم أو وسيلته. واللذة إما أن تكون دنيوية أو أخروية، إما أن تكون حسية أو معنوية، إذن لا يشذ عنها شيء. أي تفضل. فهي على ثلاثة أقسام، قسم شهد الشرع باعتباره وهو قياس المناسبة المبنية على النظر المصلحي. أيوة، تقدم هو ما كان فيه مناسبة، يسمى تخريج المناط ويسمى المناسبة، وتقدم في يعني القياس. نعم. من تحصيل المصالح ودفع المفاسد، فهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس، ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من الديون. من الديون، ديوان، من الديوان يعني ديوان الجند الذي يسجل فيه رواتب الجند ويسجل فيه. أيوة. وضع الديوان أو الدواوين أو تدوين الدواوين. نعم. وبناء السجون وهدم البيوت المتاخمة للمساجد لأجل توسعتها أو لأجل شق الطرق، هذه مصالح، يعني عمل بها يدل على العمل بالمصلحة، لأن المصلحة إما أن تكون شهد الشرع لها بالاعتبار فهذه معتبرة، أو شهد الشرع بإلغائها فهي غير معتبرة، وما سكت الشرع عنه ليس هناك دليل خاص يدل على اعتباره ولا إلغائه هو يسمى المصلحة المرسلة، ويتسمى الاستصلاح وبالمرسل وبقياس المناسبات. ويعني هذا ما ذكره عن عمر، وكذلك إجماع الصحابة على تدوين القرآن في مصحف واحد، كله من باب المصلحة المرسلة.
فكأنهم أجمعوا عليها. نعم. وضابطها أنها لم يرد فيها دليل يعني بعينها، لا بالإلغاء ولا بالاعتبار. نعم تفضل. وسوف يذكر المصلحة، هذه مصلحة معتبرة وهي مرسلة، ولكن ليس فيه دليل يعتبرها. وكذلك المصلحة الملغية عدم مساكنة النساء والرجال في بلد، هذه مصلحة لو كان الرجال في قرية والنساء في قرية ما وقع زنا أبدا، ولكن هذه المصلحة لم يعتبرها الشارع فأجاز المساكنة. نعم تفضل. ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من الديوان وإحداث السجن وغير ذلك. أي والأذان الثاني الذي سنه عمر رضي الله عنه يعني في يوم الجمعة. نعم كيف؟ عثمان رضي الله عنه. نعم تفضل. وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمر، فهذا لا يقول به أحد، ولا يقول أحد بأنه لا يغرس العنب. أيه. تفضل. وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره، وهو المصلحة المرسلة. نعم. والمصلحة المرسلة هي الوصف الذي يعني لم يدل دليل على اعتباره ولا على إلغائه، معناه مرسل عن الدليل، فهذا أخذ به المالكية وشنع بعض المذاهب عليهم، قالوا بأنهم يأخذون بالمصلحة. وذكر إمام الحرمين وتلميذه الغزالي رحمه الله أن المالكية يقولون بقتل الثلث في إصلاح الثلثين من الأمة، وهذا لا يقول به أحد، لم يقل به أحد من المالكية ولا من الشياطين. نعم. ولا يجوز ذكره إلا على سبيل إبطاله، مثل ما ذكرت لكم بأن يعني الأقوال الباطلة أو الشاذة لا ينبغي ذكرها إلا على سبيل إبطالها، كما أن الحديث الموضوع لا ينبغي لأحد أن يرويه ويسكت عليه، إن هذا تدريس، والذي يرويه لا بد أن يبين أنه أتى به ليبين أنه لا تبنى عليه الأحكام وأنه باطل. نعم تفضل. وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره، وهو المصلحة المرسلة، وهو حجة عند مالك رحمه الله خلافا لغيره. وقال أبو هو بعضهم يقول ما مثل به هو نفسه هو المصلحة المرسلة اللي هو إحداث السجن وما إلى ذلك وجمع المصحف، ولذلك صاحب المراغ يقول نقبله لعمل الصحابة كالنقد للمصحف والكتابة. أي تفضل. وقال أبو حامد إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة لم يعتبر. أيوة، لأنه هذا من باب يعني مثل ما تقدم له أن ذكر المقصد والوسيلة، وأن المقصد أصلا الضروريات، وإذا كان ضروري فما يؤدي إليه ضروري، وإن كان حاجة فما يؤدي. والضروري هو ما لا تقوم الحياة بدونه، لو اختلت الحياة كالدين والنفس والمال مهما تقدم، إذا اختلت الحياة. والحاجة إذا اختل لا تختل الحياة، لا تكون الحياة في حرج، لذلك شرعت يعني الحدود للضروري وشريعة الرخص للحاج، والتحسين هو جري على مكارم الأخلاق وأخذ الزينة من اللباس وما إلى ذلك، وقد تقدم. نعم تفضل. واشترط والحقيقة كونه يقول أن المصلحة إذا كانت ضرورية، إذا كانت ضرورية لا يمكن أن تكون مرسلة أصلا، إذا كانت المصلحة ضرورية لا يمكن أن تكون مرسلة، كل هذا دل عليها دليل. نعم تفضل. ما توفرت في الشروط اصلا، ما كل سارق يقطع. الله
إيه يعني الزواج باليهودية ليس بواجب، لكنه ما ليس بواجب يجوز تركه. أي على كل حال نقول يعني لأنه هذا يحتاج. طيب إيش رأيك في واحد منع ولدهم يتزوج امرأة مسلمة، ماذا تقول فيه؟ نعم، ما هو قضية المصالح يعني ما هو واجب، والترك ما ليس بواجب ليس فيه شيء، والكتابية التزوج ليس بواجب إنما هو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اظهر بذات الدين تربت يداك، وكون واحد يكف يعني مسلمة هذا ولا. وبعض الزواج قد يكون يتزوج الكتابية لأجل أن تدخل في الإسلام أو لأجل يعني مصالح أخرى، وأصلا الزواج ليس المراد به إشباع الرغبة فقط، وإن كان الإعفاف هو مقصد من مقصود الشارع، لكن الزواج لأجل إقامة المجتمع والأسرة يعني الصالحة للمجتمع. فإذا تكون المجتمع من الأسر الصالحة كان مجتمعا صالحا. نعم، قصدي يعني ما سألت عنه في قضية السرقة، الله عز وجل يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لكن هذا يحتاج إلى تحقيق مناط. هل هو سرق من شيء في حرز مهره؟ لأنه إذا سرق الدراهم من فناء الدار ومن الحوش لا يقطع، لأن هذا مو حرز للدراهم. وإذا سرق أقل من النصاب لا يقطع، وإذا سرق من بيت المال لا يقطع، وإذا سرق من شركة هو له فيها يعني نصيب لا يقطع، ما كل سارق يقطع. وإذا سرق من أجل الجوع ودفع الجوع ما أحد يقول بأنه يقطع، ولكن يغرم ما أتلف، لأنه يعني هو عند الضرورة يجوز له أن يأكل الميتة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وهذا مضطر، لذلك زمن الرمادة وزمن المجاعة. يعني إذا كان الإنسان يسرق من أجل إقامة الحياة هذا ما أحد يقول بقطعه، فهمت يا أخي؟ لأنه ما توفرت الشروط أصلا في القطع. هذا اجتهاد يعني تطوير، هو يقول أنه تزوج له أهل هناك ويظن أن القصر يعني في الحج أنه لأجل السفر، مع أن القصر في الحج الصحيح أنه نسك. أي والمسافة الذي يسكن في ميناء أو يسكن هذا ما هو يعني عرفة، ليست يعني مسافة قصر. ما أحد يقول أنه مخالفة السنة، فعل عثمان ما يقول أحد أنه هذا اجتهاد، لأن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. واللي جاي من المدينة لا شك أنه مسافر إذا جاء للحج، لكن أهل مكة هل هم حجاج وليسوا هل هم يعني المسافة قصر ولا لا؟ ولذلك اختلف الصحابة هل أهل مكة يقصرون أو لا يقصرون. الصحيح أنه نسك، وإذا كان نسك لا علاقة له بالمسافة، فهمتم؟ وكذلك الجمع في عرفة والجمع في مزدلفة كله نسك، يعني لا علاقة له بالسفر لأنه ليس بسفر. وعثمان رضي الله عنه علل ذلك بأن أهله هناك، إذن يعني هو ما هو مسافر، وهو آخذ بدليل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، معناها إذا لم تضربوا في الأرض فلا تقصروا، فهمت؟ وليس هذا يعني مخالفة للسنة، وإنما هو اختلاف في أدلة. نعم تفضل. وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي الاجتهاد أن يؤدي أيوة أو يؤدي عند الوقوف. نعم فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد. بس كلام الغزالي وكلام غيره في قضية أنهم إذا وصلوا إلى المناسب أدخلوا فيه الضروري، الضروري يعني لا يوجد يعني مصلحة ضرورية إلا وهي يعني دال عليها دليل. يعني المصلحة الضرورية لا يمكن أن تكون يعني مرسلة، فهم يأتون بها من باب السبر والتقسيم، قلنا بأنه يدخل ما ليس محل نزاع حتى يخرجه ويبقي ما هو محل نزاع. تفضل. و
والضرورة هي الخمسة التي اتفقت عليها. أيوة الضرورة أو الضروريات أو الضروري، يعني اللي هي الدين، محافظة على الدين، ثم النفس، ثم العقل، ثم العرض أو المال. بعضهم يقول العرض والمال في درجة واحدة، والصحيح أن العاقل يقدم عرضه على ماله، لذلك يدفع المال في سبيل يعني توفير عرضه. نعم تفضل. هي الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع على أن العرض يعني داخل في النسب أو النسب تكون خمسة، وعلى أن العرض منفصل تكون ستة، لأن العرض منه ما هو متعلق بالنسب وهو يعني القذف، ومنه ما ليس كذلك كالغيبة التي ليست بقذف فإنها لا حد فيها وليست ملحقة بالنسب. أي وبعضهم يكون العرض عنده نوع سادس، وبعضهم يقول أنه الضروريات خمس. نعم تفضل. وهي حفظ الأديان والنفوس والأنساب والأموال والعقول. أيوة يعني النفس والنسب، وقد يعبر عنه بالنسب، وهذه الضروريات يعني معناها يعني من أراد أن يقيمها أن يقيم الدنيا من أجل الآخرة، فلا تصلح الدنيا بدونها. الذي يريد أن يقيم الدنيا من أجل الآخرة، أما الذي يريد يقيم الدنيا من أجل الدنيا مثل الحيوانات، فالحيوانات تتناسل في الغابة، ولا يعني لكن المراد عند علماء الشريعة والذين يتكلمون في المقاصد أن الضروريات اختلت الحياة لمن أراد أن يبني حياته الدنيوية من أجل الآخرة، فهذه ضروريات لا تستقيم الحياة بدونها. نعم. واشترط أبو حامد في المصلحة أن تكون كلية قطعية مع كونها ضرورية. وهذا ليس بمرسل، لا يمكن أن تكون كلية قطعية مرسلة، مستحيل هذا. المصلحة الكلية هي التي مجمع عليها ومنصوص عليها، هذه الأشياء كلها مجمع عليها ومنصوص عليها لا خلاف فيها. نعم. وأما سد الذرائع فمعناه حسم مادة الفساد. بعضهم يقول سد الذرائع وبعضهم يقول الذرائع، والأولى أن يقال الذرائع لأن الذريعة هي الوسيلة، وأصل الذريعة في اللغة هي الذريئة أو الذريعة، وهي الجمل الذي يختل به الصيد، أصلا جمل يعني يترك يرعى مع الوحش حتى يألفه الوحش، فيأتي صاحب الجمل فيأتي في خلفه، لأن الوحش يرى الجمل وهو ألف عليه، فيأتي حتى يكون قريبا من الوحش فيصيده، فسمي ذريعة. هذا أصلا اشتقاق لغوي، يقال له الدريء أو الذريعة، هو عبارة عن الوسيلة إلى الشيء، فهمتم؟ فاشتهر عند الأصوليين سد الذرائع معناه الذريعة أو الوسيلة، إذا كانت تؤدي إلى محرم يجب سدها، ويمثلون لها بقوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وكذلك يقول تعالى ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اليهود يستعملون هذه الكلمة في غرض يعني سيء، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، فهذا يقال له ذريعة ودليل على اعتبار الذريعة، وهي يعني أما يعني القرافي ومن وافقه لا يقصرها على السد، وإنما يقول الذريعة، فإن كانت الذريعة تؤدي إلى الواجب فهي واجبة، وإن كانت تؤدي إلى المحرم فهي محرمة تسد، ولذلك يقول سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، والفتحها إلى المنحتم هو ما يعبر عنه بما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وتعطى الوسيلة حكم المتوسل إليه، فإن كان المتوسل إليه واجبا فهي واجبة، وإن كان مندوبا فهي مندوبة، وهكذا. نعم. وما سد الذرائع فمعناه حسم مادة الفساد بقطع وسائله،
والذرائع هي الوسائل، وهي على ثلاثة أقسام. أحدها معتبر إجماعا كسب الأصنام عند من يعلم من حاله عند من يعلم من حاله أنه يسب الله، وقسم غير معتبر إجماعا كالمنع من الشركة وبعضهم يقول أو الشركة، وبعضهم يعبر عن هذا بالمصلحة، لأن سد الذريعة هو مصلحة، أيوه، والاستحسان يعني هو المصلحة سد الذريعة، ولذلك هذا المثال يمثل به للمصلحة الغير معتبرة ويمثل به للذريعة. أي يعني قد يكون المثال واحد يمثل به بعض العلماء لسد الذريعة وبعضهم يمثل به للمصلحة. نعم تفضل. كالمنع من الشركة في سكن الديار مخافة الزنا، هذا هو. نعم. وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال، فاعتبرها مالك رحمه الله خلافا لغيره. أيوة، يعني لو قرأت لهم معنى بيوع الآجال، لأنه في الكتاب هذا مذكور بيوع الآجال لها تفسير يمكن ثلاثة أو أربعة معاني خمسة في التعليق. يعني بيوع الآجال ما هي؟ يعني كبيوع الآجال، بيوع الآجال وهي بيوع السلف والسلم، وفيها تداخل مع بيوع العينة من حيث اشتمالها على التحريم، من حيث اشتمالها من حيث اشتمالهما أيوة، من حيث تضاف إلى الجملة، فإذا جاء بعد الاسم يرفع، أيوة، معناه أنه مبتدأ وخبر بعد ويأتي. نعم. من حيث اشتمالهما على التحيل، أيوة، وهي أيوة، وهي ما أجل ثمنه العين، ما أجل ثمنه العين، أيوة، وما أجل ثمنه غير ما سلم، غير السلم، يعني اللي هو غير عين، لأنه هو أصلا أصل البيوع العينة، وهذا هو يعني أصله يعني في غزوة خيبر، يعني أحد الصحابة ذهب ويعني يشتري تمرا، فأخذ تمرا واشترى به صاعين، اشترى بهم صاعا من تمر، من التمر الجيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بع هذا واشتري تمرا. شراي للتمر ما قالوا لا تشتري من الذي باعك، فعند الشافعي أنه يجوز له أن يشتري من الذي باعه ومن غيره، عند المالكية يقولون لا يشتري من الذي باع له. بس هذا هو، هذا أصلا هو الأصل عند المالكية، كأنهم حملوا الناس على أنه كثر فيه، وأنه كثر فيه التحايل، وعندهم سواء كانت السلعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، وهذه قاعدة عندهم، وعند الشافعي يقولون لا، هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوا لا تشتري، فهو لما ملكها هذا صار مثل غيره، يجوز له أن يشتري من ابتاعه ومن غيره. أيوة، هذه صنيعة. نعم، وفيها أقوال كثيرة يعني. نعم، بس قرأ. منها بيع السلعة الآجلة الموصوفة بثمن عاجل، أو نعم، بيع الآجل بالعاجل. وهذا يقول ضع وتعجل، وهذا ممنوع. ضع وتعجل يعني معناه يبيع له ب200 ريال مؤجلة، ثم يشتري منه ب100 ريال الآن، يكون كأنه يعني باع المئة ب200. أيوه، وهي فيها نوع من التحايل. نعم، تفضل اقرأ اللي بعده. وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال، فاعتبرها مالك رحمه. اعتبرها يعني معناه منعها، سدها، سد الذريعة إليها. نعم. خلافا لغيره. تنبيه: ينقل أهل المذهب عن مالك أنهم فرد باعتبار العوائد والمصلحة والذريعة، وليس كذلك، فإن العادة هي العرف وهو معتبر في المذاهب، والمصلحة قد اعتبر أهل المذاهب قسما منها،
وإنما انفرد مالك رحمه الله. أو الذين يعتبرون المصلحة لا يسمونها مصلحة، يسمونها استحسان أو اعتبار المآل أو يعني مراعاة الخلاف، هذه كلها قواعد متداخلة، وهي قواعد يعني معمول بها في المذهب المالكي وغيره، إلا أن الذي يعمل بالمصلحة من غير المالكية لا يسميها مصلحة، قد يسميها استحسانا أو سد ذريعة مثلا. نعم فضل. فحاصل هذا أنه اعتبر المصلحة والذريعة أكثر من غيره، لا أنه انفرد بهما. نعم. وأما العصمة فمعناها العصمة أصلا هي الحفظ من الشيء، والمراد بها هنا هو أنه هل يعني يجوز أن يوكل الله عز وجل رسولا أو عالما فيقول له احكم بما ترى فإنك لا تحكم إلا بالصواب، والصحيح أنها يعني من خصائص الرسل. أما العلماء رحمهم الله فليسوا معصومين ولا يوكلون، لكن على الواحد أن يحكم بالظاهر، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. والأنبياء لا يمكن أن يقاس عليهم أول شيء للعصمة، ثم إنهم لو أخطأوا في زمن تنزل الوحي لجاء الوحي بتصويبهم، وهذا ليس واقعا في غيرهم من المجتهدين. إذن الصحيح أن العصمة لا تجوز إلا في حق الرسل، وإن كان بعض العلماء يقولون جائز، معناه أنه يعني المجتهد له أن يحكم بأنه لا يحكم إلا بالحق، وهذا عند من يقول بأن كل مجتهد مصيب، وسوف تأتي في مبحث الاجتهاد. نعم. وأما العصمة فمعناها أن يقول الله لنبي أو لعالم احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب لأني عصمتك من الخطأ. وقد اختلف الناس في ذلك، فقال بوقوع ذلك مويس بن عمران والروافض. طبعا مويس بن عمران هذا معتزلي، والروافض هم كما تعلمون فهؤلاء لا يقتدى بهم، ولكن بعض العلماء من أهل السنة يقولون بأنه باب العصمة يعني يرجع إلى أن كل مجتهد مصيب. أي نعم. قالت المعتزلة إن ذلك ممتنع، وتوقف الشافعي رحمه الله. وبعضهم ذكر الزركشي رحمه الله أن الشافعي تردد في ذلك، ويعني أنه الصحيح من قوله أنه يقول بأنه جائز ولكن لا يقول بأنه واقع، وأن تردده في الوقوع تردده قصدي في الجواز لا في الوقوع. نعم. ووافقه فخر الدين ابن الخطيب. أيوه، هو يقول الشافعي رحمه يعني الزركشي يقول بأن الآمدية والرازية نقلا عن الشافعي أنه توقف في ذلك، والصحيح أنه يعني توقف في الوقوع لا في الجواز. أي قصدي في الجواز لا في الوقوع. ما الوقوع يقول ما وقع. نعم. خلاص. كم باقي؟ أي يعني هو الفن الخامس. طيب ممكن تأخذ منه فصل أو فصلين، أول وقت فات. طيب. الفن الخامس من علم الأصول في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. نعم. وفيه 10 أبواب. الباب الأول في الاجتهاد، وهو استفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية. أيوة، الاجتهاد أصلا من الجهد أو الجهل، وكله ورد في كتاب الله عز وجل، والذين لا يجدون إلا جهدهم وأقسموا بالله جهد إيمانهم. إذن سواء قلت إنه من الجهد أو من الجهد كله سائر. وفي اللغة هو استفراغ الوسع في أي شيء، ولا يقال الاجتهاد إلا لشيء فيه بذل الجهد، لا يقال اجتهد في حمل القلم
ولا في شرب الماء، لأن هذه الأشياء يعني لا تحم يعني لا تحتاج اجتهادا وبذلا. وفي الاصطلاح هو بذل الفقيه وسعه، ووسعه يعني كامل طاقته حتى يحس من نفسه العجز عن الزيادة. بذل الفقيه وسعه أو جهده أو أقصى ما عنده في الحصول على حكم شرعي، يعني بذل جهده في النظر في الأدلة وفي مدارك الأحكام، سواء كانت أدلة منصوصة الاجتهاد في الأدلة والاجتهاد الاستنباط لأجل أن يصل إلى حكم شرعي أو لمعرفة حكم شرعي، سواء كانت المعرفة يعني تصل إلى العلم أو الظن. نعم تفضل. وهو واجب عند مالك رحمه الله. والحقيقة الاجتهاد تتناوله الأحكام، هو واجب إذا نزلت النازلة، أي ويعني مندوب إذا كان النازلة ليست بواجبة، الحكم ليس بواجب ويحتاج تأخير. ويجوز الاجتهاد في الأشياء التي لم تقع لأجل الدربة والتدريب على الاجتهاد، ومنه فرض يعني العلماء فرض المسائل أنها ستقع، وقد وقع شيء مما فرضه العلماء الفقهاء القدامى، كانوا يقولون لو صلى الإنسان في مكان ثم طار فوجد الوقت ما وصل، وهذا الآن موجود يعني ليس بفرض. أي يعني كانوا يقولون لو طار الشخص يعني صلى هنا ثم طار إلى مكان فوجد الصلاة فيه ما وصلت، أو صام أو أفطر في بلد ثم إذا طلع وجد الشمس، يعني مثلا هذه الأشياء كانت مفروضة وهي الآن واقعية في الحياة. نعم. وكذلك بعضهم يقول من كان يحمل قربة فساء، ما معناه؟ هل ينتقد وضوء ولا؟ الآن الواحد جاركم الله يسوي عملية يكون يحمل معه يعني كيس في أشياء، هذا كله كان الفقهاء يفرضونه لأجل لو وقع مثل هذا يكون في حكم شرعي، وهو يسمون الفقه الفرضي يعني المفروض. نعم تفضل. وجمهور العلماء على تفصيل نذكره بعد هذا. نعم. فروع: الأول، لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأما اجتهاد غيره في زمانه فإن كان غائبا عنه جاز، وإن كان حاضرا معه ففيه خلاف. نعم فيه خلاف، الصحيح أنه جائز، ويمثلون له باجتهاد أبي بكر لما قال أحد الصحابة طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه السلم، قال لا الله لا نعمد إلى سيف من سيوف الله أو أسد من أسود الله يقاتل في سبيل الله ويعطيك سلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. ومحل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على الاجتهاد بحضرته. نعم. وكذلك بعضهم يقول يجوز الاجتهاد إذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد، وقد يأمر بعض الصحابة بأن يحكم بين اثنين كما ورد في بعض الأحاديث أنه يقول حكم بين هؤلاء، يقول كيف أحكم وأنت موجود، يقول له حكم بينهما وتحرى الصواب، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاجتهاد أمامه، ولكنه لا يقر على خطأ، فإن أخطأ المجتهد صوبه وإن أصاب قره. نعم. الفرع الثاني، قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله وغيرهما: يجوز أن يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاجتهاد. نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتشريع هو معصوم قطعا من الخطأ، وما يتعلق بالأمور الدنيوية التي ليست بتشريع فهذا يجتهد فيه كغيره، وإذا أخطأ صلوات الله وسلامه عليه فيه يعني جاء الوحي يصوبه، وقد وقع من ذلك أمثلة كقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى
تحتاج خير الأرض. عفى الله عنك لما أذنت لهم. وقضية توبير النخل وقال لهم تقول. ثم بعد ذلك لما طلع الشيصن قال أنتم أدروا بأمور دنياكم. ولما كان في غزوة بدر استشار الحباب بن المنذر قال له هل هذه يعني الحرب والمكيدة أو هو وحي ورأي منك؟ فقال بل هو حرب ومكيدة. وهذا أخذ منه العلماء أن ما يتعلق بالدنيويات فالنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيه كغيره إلا أنه لا يقر على خطأ، وأنه يجتهد لأجل أن يشرع لأمته الاجتهاد، ولأن الاجتهاد فيه أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما فيه أجر فهو أولى به وأسبق إليه. وأما ما يتعلق بالتشريع فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى ولا يخطئ فيه، لأنه الأشياء التعبديات يأخذ فيها بالوحي. ولذلك العلماء يقولون ينبغي للعالم يتحرى الفتوى في الوحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءته نازلة تحرى الوحي ينزل، فإذا لم ينزل حكم فيها باجتهاده. نعم تفضل. وقال آخرون لم يكن متعبدا به لأن الوحي يغني عن الاجتهاد. نعم. الفرع الثالث إذا نقل عن مجتهد قولان فإن علم التاريخ عد الثاني رجوعا عن الأول، وإن لم يعلم حكي عنه القولان. نعم، هذا قضية المجتهد إذا حكي عنه قولان متعارضان، بعضهم يقول بالنسبة للمقلد فهما كدليلان تعارضا يرجح بينهما أو يعرضان على الأدلة، فما كان أقرب للأدلة يؤخذ به. وإذا كان وبعضهم يقول ممكن يؤخذ بالقولان على أنه يعني مرة يأخذ بهذا الدليل ومرة يأخذ بهذا الدليل، وقد ينقل ذلك عن الإمام أحمد رحمه الله. نعم. وإن لم يعلم حكي عنه القولان ولم يحكم عليه بالرجوع. نعم. وإن كان في وقت واحد فمعنى ذلك أن المسألة عنده محتملة للقولين. هي بعضهم يقول يعني يحمل مطلق قول المجتهد على مقيده ويعامل معاه زي معاملة مع الأدلة ومع ألفاظ الوحي، وهذا فيه مبالغة. أيوة، لأن يعني المجتهد يعني إذا كان يعرض قوله على الكتاب والسنة فإن وافق فهذا واضح، وإن خالف فهذا واضح، لكن إذا كانت المسألة ما فيها دليل فهذا هو محل اشتباه. نعم تفضل. فإن أشار إلى ترجيح أحدهما نقل عنه وإلا نقل عنه القولان. نعم، لأنه من باب أمانة النقل. أمانة النقل إذا أحد إذا رجح أو مال إلى شيء أو قال شيء ثم رجع عنه. ولذلك تجد العلماء مثل الزركشي رحمه الله فإنه دقيق في نقل أقوال العلماء، لأن بعض العلماء ينقل ولا يتبنى، فلا ينبغي أن يضاف القول إليه يقول نقله فلان. وإذا كان له كتابان ذكر قولا في أحدهما وفي الآخر قول آخر يقول ذكر في كتابه كذا قول كذا وكتابه الآخر ذكر فيه كذا، فهذا يفيد أي الكتابين ألف الأول حتى يمكن أن تعلم هل هو رجوع وليس برجوع. وإذا كانت الأقوال لا تتعارض تنقل عنه. نعم تفضل. الفرع الرابع إذا أفتى المجتهد في مسألة ثم سئل عنها مرة أخرى فإن كان ذاكرا لاجتهاده الأول أفتى به، وإن نسيه استأنف الاجتهاد، فإن أداه إلى خلاف الأول أفتى بالثاني. أيوة، بعضهم يقول الاجتهاد يعني يكرر النظر لعله يطرأ عليه حكم آخر، أو أن المسألة إذا ذكرها وذكر أدلتها يفتي بها ولا يحتاج إلى نظر من جديد. نعم خلاص. إيه اللي بعده؟ خلاص يعني يكفي يعني في الباقي يكفي. طيب السلام عليكم.